السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم واحد لا تارت فرماج اللي كنحتاجوا فيها. عندنا 4 البيضات، عندنا فرماج بلون، عندنا واحد فاني، عندنا شرة ديال حامضة محكوكة، عندنا المايزينا، سكر سنيدة كاس، عندنا لاكريم فريش، كنبداو بسم الله على بركة الله. كنعجلو البيض بوحدو، وصفر البيض كذلك كنعجلو بوحدو. غادي نديرو البيض البيض نطلعو حتى يولي لينا بيض بحال التلج. غادي ناخدو صفر البيض كنديروه في واحد الإناء، كنزيدو عليه نص كاس سنيدة، ماشي كاس كامل، والآخر كنخليه نحتفظو به من بعد. كنزيدو شور الحامض، كنزيدو ديك النشا، كناخدو ديك لاكريم، بعدا كنخلطو داك البيض، داك عفوا البيض صفر البيض مع داك سكر سنيدة مع ديك النشا، حتى كيتخلط لينا ويولي على شكل بوماد. صافي، دابا كنضيفو عليه داك لاكريم فريش، وكنخلطو الخليط ديالنا، ونخليه على جنب. وعفوا قبيله ما ذكرت لكمش لاباط صابلي، لاباط صابلي اكيد كل واحد راه كيعرف يديرها، ولكن المره الجايه ان شاء الله غادي نحط لكم الروسيت ديالها. دابا كندوزو بسم الله، غادي نطربو داك البيض البيض ديالنا. بسم الله، هو كيطرب وحنايا كنزيدو عليه سكر سنيدة شوية بشوية. دابا غادي نزيدو داك الخضرين، غادي نزيدو عليه فرماج بلون. بسم الله، وغادي نخلطو، نحركو مع داك الخليط ديال البيض والسكر سنيدة. دابا غادي نزيدو عليه داك البيض البيض،
شفتوا باش كتعرفوا البيض البيض طلع ما كيطيحش من بلاصتو صافي. دابا غادي نزيدو على الخليط ومن بعد غادي نبداو نخلطو غير بشويه باش ما ينزلش لينا البيض البيض. بسم الله. وغادي نبداو بحال كنهزو الخليط الفوق ونهبطوه لتحت غير بشويه باش داك البيض البيض مي صافي حتى كيتخلط لينا. دابا غادي نكبوا الخليط ديالنا على في المول. بسم الله. اشوف كيبان لكم كنكونوا سخنا الفرن على درجه 180 وصافي. دابا غادي نديروا البطاط ديالنا الفرن صافي. ودابا غادي نديروها في الفرن حتى طيب. كنخليوها في الفرن طيب مده ديال 40 دقيقه حتى 45 دقيقه. لا طارت فوماج كتجي على هذا الشكل. هذا كتجي البنات المذاق ديالها رائع، غير جربوها. نتمنى تنال اعجابكم. وخلاص هذه درتها البارح ما صورتهاش، والمره الجايه ان شاء الله هذه نتاع الشوكولات. وهكا كتجي لا طارت ديالنا، كتجي لذيذه بزاف البنات، غير جربوها. نتمنى تنال اعجابكم وبالصحة والراحة، والى المرة القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.